انتقد منسق تيار المستقبل أحمد الحريري الحكومة التي يدخل أفريقاؤها في كباش على خطة الكهرباء، وتصل الأمور إلى التهديد بالانسحاب والطلاق، فتأتي كلمة السر من حزب الله بأن الوقت لم يحن بعد لفرض عقد الحكومة. الحريري وفي احتفال لمناسبة افتتاح طريق مربين الضنية ذكر بمد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يده لحزب الله بعد صدور القرار الاتهامي، في وقت قوبلت هذه اليد الممدودة بغوغائية تضليلية لا تمت إلى الانتماء الوطني بصلة. من منا لديه شك أو لا يعلم من الذي يقطع الطريق على الحوار وعلى الطلاق؟ نحن اعتدنا على هذه الحكومة، حكومة الخطوات الناقصة. قلقون من تصرفات حزب يضع متهمين في منزلة القديسين، ولذلك نضم صوتنا للقائلين بضرورة أن يثبت حزب الله براءته أمام المحكمة الدولية. فحتى اليوم بالنسبة لنا هو مرتكب. النائب أحمد فتفت أكد أن الحريرية السياسية أنقذت لبنان من براثن الحرب والعبث. هي التي أعادت بناء المؤسسات، وأولها المؤسسة العسكرية التي دمروها في حروب التحرير وحروب الإلغاء. أعادت بناء الدولة، أعادت بناء القصر الجمهوري الذي دمر بسبب جنون العظمة لأحدهم. واعتبر فتفت أن على حزب الله تقديم سلاحه إلى الجيش اللبناني واحترام عاطفة اللبنانيين تجاه الثورات العربية.